تقول عن نفسها: أنا سيدة متزوجة ولي من الأولاد 2. منذ 17 يوما حدث مشادة بيني وبين زوجي واحتدم النقاش، وفي ثورة غضبه قال لي: أنت طالق بالثلاث. مع العلم أنه وقت لفظه بذلك كان زنبا، واستمر في حياتي بشكل طبيعي. وحدث بعد طلاقه باتصال بعد طلاقه بأربعة أيام ولم يسأل عن هذا الشأن، وحتى الآن يقول إنه يعلم نيته عند لفظه بذلك، أي أنه لم يكن ينوي الطلاق. وقد سألت أنا واستفسرت عن هذا الشأن، وخاصة ونحن مقتربون وليس لنا أقارب أحد نلجأ إليهم بعد الله، وأقيم معه في الشقة. أرجو من فضيلتكم أن تتكرموا لنا بالإفتاء عن هذا الموضوع، وهل له كفارة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تمتنعي منه ولا تمكنيه من نفسك حتى يأتي بفتوى مكتوبة من المفتين، من أحد المفتين المعتمدين في البلد. فلا تمكنيه من نفسك وامتنعي منه وابتعدي عنه حتى يأتي بفتوى من أحد المفتين المعتبرين في البلد الذي أنتم فيه، أو في إحدى البلاد الإسلامية التي فيها مفتون معتمدون، أو أن تحضري أنت وإياه عند المفتي و تخبروه عما حصل وما وقع، ثم بعد ذلك هو ينظر في هذا الموضوع. المهم أن هذا العمل خطأ، وأن قوله إنني لم أقصد هذا لا يغنيه شيئا، لأن الطلاق إذا صدر فإنه يقع نواه أو لم ينوه. يتلفظ بالطلاق الصريح نعم فإنه يقع، ولا يقصر على نيته أو عدم نيته أو أنه جاد أو هازل أو مازح أو غير ذلك، لا، كل هذه لا اعتبار لها. ولكن الأمر فيه نوع من الاشتباه إذا كان في حالة غضب شديد، فلا بد من الحضور إلى المفتي المعتمد أو الكتابة إلى إدارة البحوث العلمية والإفتاء في الرياض بما حصل. المهم أن لا تمكنيه من نفسك إلا بفتوى شرعية معتمدة.